يا مخمدا لهب الوغى كيف انتحت نوب الخطوب إليك بالإخماد حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو مقرن بالأصفاد ويصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة سجادي قلبي أبو حمزة تراه تفتت ذاب مثل المصيب اللي دهتني محد صار ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصوا وبفرد ساعة وسدتهم حر لترى لا شفت جسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح ولا شفت الأكبار ما لمتني بكثرة النهاح ما خلت إلا كربلاء شيخ ولا شأ بعيني نظرت حسين بيد الطفل وام الرباب تعاينه
ودمومه تفور وقلابنا فتها بونينا وعينه الدور ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شيخ.